مهنة خطيرة على الحياة، الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين في ظل حكومة الوفاق اليمنية، عنوان بارز لمنظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية في تقريرها السنوي حول الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب السلطة الرابعة. يمكننا أن نشرف، يمكننا كتابة تقارير، يمكننا الكشف، يمكننا أن نؤيد أعمال معينة للحكومة. لا نملك قوات شرطة أو جيش، لا يوجد لدينا أي قوة للضغط. الإعلاميون وجهوا نقدا لاذعا لأداء حكومة باسندوا، متهمين إياها بالفشل الذريع وصناعة الأزمات وتكميم الأفواه وعدم القيام بواجبها القانوني إزاء ما يتعرض له الإعلاميين والصحفيين من مختلف التوجهات. من يحكم من؟ فهي جزء من الفوضى وهي خارج القانون والدستور. فهل من وسيلة ضغط آخر، وسيلة ضغط أخرى للحد من هذه الجرائم؟ وزير الداخلية نموذج سيء جدا. تذكروا أن ما زال الأمن القومي موجود، لا زال الأمن السياسي. أتمنى أن تتحدثوا عن قضايا الاعتداءات الجديدة، بما أنكم رصدتم 20 حالة فقط، سنتحدث عن 20 حالة التي تحدثتم عنها. مكتب قناة العربية في اليمن حمل الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة في حال تعرض أحد مراسليه أو موظفيه لأي اعتداء يذكر، نتيجة للتحريض الذي يمارس بحقه من قبل مسؤولين نافذين وممثلي عن أحزاب متطرفة. صالح السنباني عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح حرض بالأمس على طاقم العربية وهاجموهم وكادوا أن يكسروا الكاميرا ويسحبوها منهم بتحريض من صالح السنباني، هذا النائب البرلماني والأكاديمي في جامعة صنعاء. لا نعرف، مجرد أنه يريد أن يربط بين رابعة العدوية وجولة كنتاكي في صنعاء. نحن لا دخل لنا برابعة العدوية، وإن كان هو يعني يستمد تعليماته من رابعة العدوية فنحن لا دخل لنا برابعة العدوية. مؤسسة حرية أفادت أن الحكومة عاجزة عن ضبط الجناح الحقيقيين أو الحد منها، وأن ما يصدر عنها من تصريحات حول حرية الصحافة والإعلام مجرد استعراض قولي منعدم فعلي. لا شك أن التحديات التي تواجه الحرية الإعلامية في اليمن كبيرة، في مقدمتها تعدد الجهات التي تقف وراء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، أيضا عدم قدرة الحكومة وعدم جديتها في ملاحقة المرتكبين للانتهاكات ضد الحرية الإعلامية، وأيضا ربما الاستمرارية في ارتكاب الانتهاكات رغم الوعود الحكومية بأنها توفر حالة أفضل لحرية الإعلام في اليمن. المنظمة خرجت بتوصيات أكدت سرعة قيام مكتب النائب العام ممارسة صلاحيته القانونية وإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة وشفافة بشأن الاعتداءات والانتهاكات على الصحفيين والإعلاميين كافة، وملاحقة المعتدين قضائيا بشكل مناسب بغض النظر عن مراكزهم أو مراتبهم. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء.